شكرا لموقع انفاس. في الحقيقة ما حصل في الجلسة الافتتاحية، اولا النقاش والاحتجاج في مؤتمرات المحامين ليس امرا جديدا، هو امر قديم مصاحب لكل المؤتمرات. صحيح ان السيد رئيس المنتدى السلطة القضائية كلمته، وكان الاحتجاج ليس عليه وانما على الكلمة اللي القاها. ربما المحامون يعتبرون ذلك يدخلوا في إطار الأسرة الواحدة، يعني أن الاحتجاج لم يحتجوا على شخص غريب عنهم أو على كلمة لمسؤول غريب عنهم، بل أنه احتجاج على كلمة لمسؤول هو جزء من الأسرة اللي نحن جميعا نشترك فيها، كما احتجوا على كلمة السيد رئيس الجمعية، فهم احتجوا على مسؤولين مهني والسيد رئيس السلطة القضائية كذلك. ونحن نعتقد بأن على عكس ما ذهب إليه كثير من بعض السادة المحامين بعض السادة القضاة، الأمر لا يتعلق باحتجاج على القضاة أو على يعني، بالعكس الأمور تسير بشكل عادي بين المحامين وبين القضاة، وأعتقد بأن هذا العارض لن يغير شيئا في العلاقة بينهما. المحامون اعتبروا دائما أن القضاة والمحامون هم أسرة واحدة، وأن نزاعهم اليوم هو مع السلطة التنفيذية وليس مع السلطة القضائية، وهذا ما يؤكد عليه جميع النقباء في جميع الهيئات في إطار الاحتجاجات الجارية. نعم، التوصيات ديال المؤتمر فيها نقاش، لأن مفهوم التوصية كما جرى به العمل في جميع المؤتمرات وفي المؤتمرات ديال جمعية هيئات المحامين المغرب، أن التوصية يعبر عنها زميل أو زملاء داخل اللجنة وتخرج من اللجنة، وبعد ذلك تعرض في الجلسة العامة، إذا تمت المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين آنذاك تصبح توصية. أما أن يكون مجرد رأي لزميل أو زميلين أو حتى أكثر في لجنة من اللجان أن يصبح توصية، فهذا الأمر غير صحيح من الناحية التدبيرية. ولذلك وقع خلاف بين يعني سواء داخل مكتب الجمعية للأمانة أو في النقاش العام، هل كل الآراء التي تم التعبير عنها هي توصيات؟ خاصة بعض الأمور التي فيها نقاش، لأن المؤتمر ديال المحامين فيه كثير من المواقف ذات أبعاد سياسية متعلقة بالدستور، متعلقة بالحرية العامة، متعلقة بالوضع السياسي، فيه إطلاق سراح المعتقلين، في كثير من التوصيات التي جاءت في هذا السياق، بمعنى أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش عام لم يسعف فيه الوقت لا مكتب الجمعية ولا الجلسة العامة لمناقشة هذه القضايا وإعطائها الوقت الكافي للخروج بتوصيات تعبر عن المؤتمر وبالتالي تعبر عن جميع المحامين. وهذا هو السبب اللي جعل عدم اتفاق حاصل حول عدد كبير من التوصيات، وبالتالي لم تقرأ التوصيات لهذه المسائل التدبيرية. لا، المقاطعة في البيان العام للمؤتمر جاء فيه بأن المؤتمر يتبنى ويتمين جميع الصيغ النضالية، والمقاطعة هي صيغة من الصيغ النضالية قد يسير فيها المحامون وقد يغيرونها صعودا أو نزولا، يعني حسب الاختيارات التي سيتخذونها خاصة في على مستوى الهيئة. على عكس ما يبدو، فالمحامون ليسوا متشردين، على عكس ما يبدو المحاماة جسم واحد قوي، يعني ينهالون قوتهم ينهالون فيها من رصيدهم الكبير ومن مبادئهم ومن طبيعة تكوينهم الحقوقي والقانوني، وبالتالي على عكس ما يبدو ستعود الأمور إلى نصابها، سيستمرون في المطالبة بحقوقهم بالدفاع عن تصوراتهم وكل في إطار القانون بما لا يمس أي جهة وفي مقدم أو أي طرف بما فيها موكليهم. اليوم الحوار لا زال مستمرا، آخر يعني التطورات هو أن هناك مذكرة قدمت إلى الجهات المعنية، مجلس المستشارين لم يصوت بعد على المقترحات، يوم 2 دجنبير هو آخر أجل التعديلات، يوم 5 هو التصويت،
والتعديلات التي أدخلت في مرحلة مجلس المستشارين، ستكون هناك قراءة ثانية للقانون في مجلس النواب ليكون يعني النهاية هو 31 جانفير للقانون المدني. بالتالي أمامنا كل هذه المراحل لإعادة تقديم تعديلات معينة. أعتقد أن رسالة المحامين المؤتمر هو أنهم متمسكون بالحوار، متمسكون بعدالة جبائية حقيقية، عدم استثنائهم سلبا بفرض ضريبة على الدخل لم يتحقق، ليس هناك أي مبرر لأن يكون هذا الاستثناء السلبي في حقهم، وهذه هي المطالب التي يعني يستمرون في المطالبة بها في إطار القانون.